في الحلقة الماضية هضرنا ليكم على شجاعة جيش الكوم اللي خرج من جبال الأطلس واللي حرر فرنسا وكبح طغيان النازية. جيش الكوم اللي شارك في الحرب العالمية الثانية، الجيش اللي مشي يشارك في الحرب ولكن بلاده كانت عايشة حرب من نوع آخر. من عام 1944 لعام 1945، العام اللي سموه المغاربة عام البون، عام الجوع، عام الكحط، ولا عام بوهيوف. المغاربة في هذا العام غيموتوا بالعرام حيث الجوع والوباء الجراد والجفاف، وزيدها تل الاستعمار تجمعوا عليهم ومخلوا لهم فين يتحركوا. ملي غادي تسمع قصة عام الجوع غادي تعرف باللي أقصح عام عاشوه المغاربة ماشي هو عام 2020، ولكن هو عام الجوع، عام الحفا والعرى. أشنا هو عام الجوع؟ وشنو هي القصة ديالو؟ وشنو هو سبابه؟ ما تمشيو فين أخوتي، ويلا نكملوا معاكم هاد الحلقة المشوقة. في عام 1966 كانت آخر مجاعة عاشها المغرب، ولكن ضربته مجاعة أخرى ما كانش ضارب ليها الحساب. في عام 1944 كان عام الشؤم على المغاربة، عام الجوع اللي جا من بعد ما كانوا المغاربة كيعيشوا خمسة ديال الأجيال في الرخاء وفي الرفاهية وفي كل أمر جميل. غادي تقدر تقول لي بأن في المغرب دازوا مجاعات آخرين وأن عام البون كان السبب ديالو هو الجفاف. غنقول لك راه عندك الحق وغادي نصفق ليك، ولكن كاين معلومة اللي مهمة جدا اللي خصنا نعرفوها. الجفاف ما كانش هو السبب المباشر باش يدخل المغرب في هذه الكارثة ديال عام البون. المستعمر الفرنسي كان هو اللي غيدخل المغرب في عام الجوع. هنا كيتطرح واحد السؤال، كيفاش المغرب وقف وقفة ديال الرجال مع فرنسا باش تحرر من الزحف الألماني النازي والزحف الإيطالي الفاشي اللي كان مستعمر الأراضي ديال فرنسا، وفرنسا كانت مستعمران. ولكن من بعد ما حروا المغاربة فرنسا بقى الجشع ديال فرنسا والوجه الآخر حاضر، وهو الاستغلال ديال الخيرات ديال البلاد وتجويع الشعب ديالها. كيفاش اتخذت فرنسا البلدان الفلاحية ديال المغرب؟ هذا سؤال غير رجعنا شوية اللور باش نفهموا السياق من جدور أخوتي. من مور ما تسنات معاهدة الحماية في عام 1912، بدأت فرنسا كتشري الأراضي الفلاحية وكتستغلها وكتخدم المغاربة كخماسة في بلادهم. وفي عام 1940 فرنسا غطيح في يد الألمان واللي كان معروف آنذاك بحكومة فيشي اللي كانت مسيطرة فيه ألمانيا على النص الشمالي ديال فرنسا. إذن ألمانيا كتضيق الخناق على فرنسا، وفرنسا كتضيق الخناق على المغاربة، وأي حاجة نقصات في فرنسا كتجيبها فرنسا من المغرب ودول شمال إفريقيا. وهكا غيعيش المغرب أصعب الأعوام في حياته خلال الحرب العالمية الثانية. في عام 1944 أخوتي فرنسا غطيح في أزمة فلاحية اللي قاصحة، قل التساقطات والمنتوج السنوي ديالها ضعيف في خطرة. ولكن واخا هكاك غتمص الدم ديال المغاربة وتحيد لهم كل شيء وتخليهم الله كريم، وهذا الشيء اخوتي بطبيعه الحال باش توكل الجيوش ديالها اللي مشتين في انحاء اوروبا. المغاربه مبقى عندهم ما يديروا وتزيرات بهم الامور. فرنسا شافت التعيات ودارت للمغاربه قانون سماته البون، واللي تتاخذ المؤونه ديالك بالتوصيل. كنعني بالمؤونه هو السكر والزيت والطحين، ولكن ملي كتاخذ هذا البون عندك الامكانيه تشري به مره واحده في الشهر. تخيل معايا تشري حاجيات ديالك في قيمه محدوده ومره في الشهر، وكان هاد البون كيتبدل كل 6 شهور، وكانوا بزاف ديال البونات اللي الالوان ديالها مختلفه وكل واحد لاش كيصلح، ها ديال السكر، ها ديال الزيت، هذا ديال الثوب. المغاربه وصلت بهم الدرجه حتى ما بقى عندهم ما يلبسوا، حيت كلشي ولا يلبس الثوب ديالو، والناس في البوادي كانوا الضحيه ديال عام البون اكثر. كنت تشوف كيفاش لابسين الثواب المقطعه فوق ظهورهم، الناس ما بقاتش تلقى حتى ما تلبس في رجليها. وابار عام البون تسمى بعام الحفا وعام العرى، المغاربه ولاو كيتصافوا قدام الحوانت بالبون ديالهم باش ياخذوا السلعه اللي ولات قليله، واللي كيدافعوا ويدابزوا مع بعضياتهم باش كل واحد منهم ياخذ شي حاجه اللي يسد بها الجوع ديالو وديال وليداتو. عام كحل داز على المغاربه تجمع عليهم فيها الجفاف وتجمع فيه الجوع والجراد والوباء. طيور الموت كتحلق فوق ريوس المغاربه في هذاك العام. الموت بالجوع فهو نهايه ماساويه، الجراد غادي يهجم والجفاف غادي يعم، البيار غتنشف والمستعمر كيستنزف ما تبقى من المياه الانهار والابار. المغاربه ولاو كيسافروا باش يلقاو الماء، اما المواشي كلها ماتت، ما كاين لا تبن، ما كاين حتى شي حاجه اخوتي. المغاربه مابقاوش قادرين على هذا الوضع البئيس والوضع اللي قاسي وقاصح بزاف.
الجوع والحاجه وصلت بهم للحضيض، وصلت بهم لان الناس ما بقاتش قاده تصبر. جوج حبات ديال القهوه وربعه ديال الطحين ما بقات قاده لتا شي حاجه. المغاربه عرفوا راسهم بلي انهم خصهم يديروا شي حاجه باش يعيشوا ولا يموتوا. الجراد اللي كان كياكل في المحاصيل ولا هو الاكل ديال المغاربه باش يبقاو على قيد الحياه. وهنا غادي تبان ماكولات بحال البقوله والحميضه والحلوف، وحتى الجفاف داك الوقت ولا دايزه في الماكله، حيت وحده من الجوج يا اما غادي تاكلها يا اما غادي تموت. الامل اللي ما كانوش كينتظروه المغاربه هو النبته ديال اليرني اللي كانوا كيقطعوها وكيحمروها وكيدقوها حتى كتولي طحين وكيعجنوها وكياكلوها ويوكلوا وليداتهم. هاد النبته اللي كان الطعم ديالها حار ولكن نقدات الاف المغاربه من الموت. المجاعات معروفه والناس فيها ما كانوش كيبقاو يعرفوا اش ياكلوا، قطوط، كلاب، اي حاجه، بخوش، دود، المهم ياكلوا داكشي اللي كاين ويبقاو حيين. وبحالي وبحالك لا سولتيهم قبل المجاعه غيقولوا لك لا ما ناكلوش داكشي. التيفويد ولا التوفيس كيف ما سموه المغاربه انتشر هو اوبئه اخرى وبدا التيفويد كيفتك في المغاربه. التوفيس حسب الاداره الوطنيه للصحه في عام 1945 ضرب اكثر من 26 الف مغربي، وعاد زد عليها السل حتى هو، وهذا الشيء غير في المدن بلا ما نهضروا على القرى. مرض الحصابه والرمد والزهري، وهاد الامراض غتخلي الجثث مرميه في الشوارع والكلاب كتنهشها من شده الجوع. الخروب اللي كانوا المغاربه كيعطيوه للبهايم ديالهم عرفوا قيمته واستعملوه باش يوقفوا في ضد الاستعمار الغاشم. اما في وزان في عام البون سموه عام الصندوق، حيت العيالات كانوا كيسدوا على الخبز ديالهم في الصندوق ملي كيديوه للفران باش ما يسرقوا ليهم حتى شي حد. هادشي كامل اخوتي كنقولوه لكم باش تعرفوا جدودنا اش قصاو واش عاشوا، باش نكونوا حنا في هاد الامور اللي فيها اليوم الحمد لله. هذه اخوتي كانت هي القصه ديال عام الجوع او عام البون او عام العراء او سميوها كيف ما سميتوها. نتمنى ان الحلقه عجباتكم، ما تنسوش ان هذه سلسله راه كاين حلقات قبل وكاين حلقات ان شاء الله غيجيو من القدام، فحاولوا تشوفوهم ونشوفوكم في الحلقات الجايه. السلام عليكم.